ومن المفرق أرحب بمديرة مديرية الزراعة الدكتورة ابتهال الخريش. أهلا بك سيدتي، وبداية هل تم التأكد من سبب نفوق هذه الأغنام، وهل هي الحمى القلاعية كما يقول مربي المواشي؟ أهلا وسهلا فيك أخوي. إحنا راجعنا الأخ المذكور في تاريخ يوم الثلاثاء الماضي يشتكي من وجود نفوقات عنده، وجاب على القسم الثروة الحيوانية عندنا 5 رؤوس من الخرفان صغيرة هي مصابة، تم تشريحها، ولكن بالتشريح كان في عنده مشاكل، يعني مجموعة مشاكل، كان عنده مشاكل في الجهاز التنفسي، كان عنده مشاكل بالجهاز الهضمي، كان عنده مشاكل زي أعراض تسمم في الدم. هذا بالتشخيص بعثنا العينات على المختبر، مختبرات جاوة، ما أعطت إيجابية لمرض الحمى القلاعية. بعد هيك رجعنا هو لحد الآن ما أعطت إيجابية، يعني ما لم نحصل على نتيجة إنه عينات إيجابية، لأنه مختبرات جاوة إحنا من وديلهم العينات بيرجعوا لنا إنه إيجابي أو سلبي، هو ما كان من قائمة الناس اللي إيجابي لمرض الحمى القلاعية. بعد هيك راجعنا يوم الخميس معاه برضو 10 رؤوس من الخراف المصابة، 10 رؤوس من الخراف المصابة، وهو الأغنام اللي عنده هي موجودة في سوق الحلال بمنطقة المفرق. فرحنا كوادر قسم الثروة الحيوانية على سوق الحلال وطعموا له 500 رأس من الأغنام لمرض الحمى القلاعية. امبارح اللي هو يوم الجمعة رجع قسم الثروة الحيوانية ومديرية الزراعة كاملة، لما حسينا انه سوق الحلال فيه اعراض لمرض اشي ممكن يكون فيروسي ممكن ينتشر، عملنا غرفة طوارئ في مديرية زراعة المفرق، ورجعنا شرحنا عنده الأغناء يعني النفقات كلها كانت عبارة عن خراف صغيرة حديثة الولادة. طبعا هو يوم الثلاثاء بس راجعنا، احنا وجهنا بانه الخراف الصغيرة اللي تنفق يجب عزلها عن أمهاتها، لانه هذه الأمهات ممكن تفرز الفيروس، في فيروسات كثيرة يتم إفرازها من خلال الحليب، فبلاش إذا في فيروس منتشر بالأمهات إنه ينتقل لهذه الخراف. هو أنا لما طلعت عنده على أغنامه بالحظائر وجدت الأغنام الصغيرة ما زالت موجودة عند الأمهات. الملاحظة الثانية اللي لاحظتها إنه هو كان عنده كل القطيع الموجود مش مرقم، ليس مرقم بالأرقام اللي تتبع لوزارة الزراعة. ثاني ملاحظة بحسب كشوفات العلف الموجودة لدينا، آخر كشف وبعد التحققات التي قامت بها وزارة الزراعة ومديرية زراعة المفرق اللي انتهت في المفرق الشهر الماضي، هو حائز على 97 رأس من الأغنام. فكيف يكون هو نفق عنده 200 رأس من الأغنام وهو حائز على 97، وهو فعليا حيازته 97 رأس من الأغنام؟ طبعا احنا كمديرية زراعة ما قصرنا معه، اولا احنا قدمنا المطعوم للأغنام الموجودة بالحظائر سوق الحلال كاملة، اليوم انتهى تحصين سوق الحلال كاملا. مديرية زراعة المفرق متوفر في مستودعاتها بجميع المديريات التابعة لها ما يقارب، نعم، بعد ما صرفنا عنهم 200 ألف جرعة حمى قلاعية في جميع البوادي، بلش التحصينات في جميع البوادي، هناك غرفة طوارئ في مديرية زراعة المفرق لمتابعة أي وجود مشاكل أو أمراض معدية أو وبائية في الثروة الحيوانية. مختبر الثروة الحيوانية كان عائق إنه العينات بتروح لجاوة، تم تزويده بفحوصات سريعة لمرض الحمى القلاعية وأمراض أخرى، بحيث إنه النتيجة تطلع بنفس اليوم أو ثاني يوم، سيتم تزويده أيضا بجهاز إلايزا الأسبوع القادم. هاي كل الإجراءات، ولكن إحنا لاحظنا إنه في مشكلة بسوق الحلال مش طيب. نحن نتحدث هنا دكتورة ابتهال عن يعني تحديدا عن السبب الذي أدى إلى نفوق هذا العدد من رؤوس الماشية. تحدثت عن 5 رؤوس و10 رؤوس تم أخذ عينات منها،
لكن المزارعين في او مربو الماشيه في المفرق تحدثوا عن نفوق ما يقارب 150 راس من الماشيه، هل اطلعتم على هذه الاعداد؟ دقيقه، ال 150 راس عند نفس الشخص اللي حيازته اصلا 97 راس. لا انا الان غرفه عمليات مديريه زراعه المفرق مفتوحه الان، واي شخص عنده نفقات او مزارع، اخواننا المزارعين الذين لديهم نفقات يتكرموا الان بالاتصال على الارقام اللي تم نشرها على صفحه مديريه زراعه المفرق. نحن جاهزون الان انه نطلع لعندهم الان نشرح لهم وناخذ عينات. من بكره حمله تطعيم لمرض الحمى القلاعيه بالذات في جميع المملكه، يعني في جميع المحافظه بدون اي اعراض احترازيا ووقائيا. نعم، هذه ال 150 راس من الاغنام التي نفقت حقيقيه موجوده، اطلعتم عليها، شاهدتموها؟ لا، انا شاهدت اول اللي هو يوم الثلاثاء، زملائي في قسم الثروه الحيوانيه الاطباء البيطريين شاهدوا 5 رؤوس من الخراف حديثه الولاده، يوم الخميس 12 راس من الخراف حديثه الولاده، وامبارح يوم الجمعه 21 راس من الخراف حديثه الولاده. طيب، ويمكن راسين من الاغنام الكبيره. ما هو السبب فعليا الذي يؤدي الى اصابه الماشيه في بمرض الحمى القلاعيه اذا ما افترضنا انها مصابه بالحمى القلاعيه؟ الحمى القلاعيه هو فيروس منتشر ينتشر، نحن لسنا يعني احنا مش بمعزل عن العالم، وهو موجود ومستوطن في المنطقه، في جميع دول المنطقه، في الاردن، في فلسطين، بالسعوديه، فهذا فيروس موجود لا تستطيع انت ان تمنعه، انت تستطيع ان تسيطر على حدوثه وتحصن، لذلك التحصين او الحمله اللي جاريه الان في محافظه المفرق ليس بسبب تفشي مرض الحمى القلاعيه، وانما هي وقايه من انتشار مرض الحمى القلاعيه، علما بانه في القسم ايضا متوفر باقي المطاعيم للامراض الفيروسيه الاخرى التي قد تصيب هذه الحيوانات. تعرف انت فصل الشتاء هو اكثر فصل يعني يسبب مشكله للمزارعين، وهو موسم الولادات، لذلك وزاره الزراعه بتاكد على انه حملات التحصينات تكون في هذه الفتره. سريعا فقط واخيرا لانه فعليا انتهى وقتنا، هل يمكن اصابه رؤوس الماشيه بالحمى القلاعيه ولا تظهر عليها اعراض، وفي حال اصابتها هل يؤثر ذلك على لحومها ومنتجاتها؟ ممكن ان تصاب الاغنام بالذات بمرض الحمى القلاعيه بدون اي اعراض، وهذا يعطيها مناعه من هذا المرض لمده 6 شهور على الاقل، وهو لا يؤثر على استهلاك اللحوم او الحليب بشريا، لانه ليس يعني لا يؤثر. شكرا لك، شكرا جزيلا من المفرق، مديريه الزراعه دكتوره ابتهال الخرشي.